منصات رقمية من تلفزيون دبي، مساء الخير وأهلا بكم. يرصد لكم فريق منصات رقمية بشكل يومي أهم وأبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي محليا وعربيا وعالميا. البداية محليا مع مبادرة حياكم التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم على صفحتها على تويتر، وهي عبارة عن برنامج للمنح الدراسية تقدم إلى أبناء العاملين في خط الدفاع الأول في القطاع الصحي في جميع أنحاء الدولة، وذلك تقديراً لجهود وتضحيات أبائهم ودورهم في المحافظة على صحة وسلامة المجتمع. وسيتمكن الطلبة من خلال حياكم من الحصول على منح دراسية كاملة في المدارس الحكومية بدءاً من العام الدراسي الحالي وحتى انتهائهم من المرحلة الثانوية، ومن المقرر انتهاء موعد تقديم الطلبات في نهاية شهر سبتمبر الجاري. وإلى مدينة تجمع بين المغامرة والإثارة والأصالة، الحديث عن دبي الساحرة بكل معالمها وتفاصيلها. أما عن جمالها في الليل فهي عالم كامل في مدينة ترجمتها عدسة المصور الإماراتي عبدالله الجنابي، وقام بدوره المكتب الإعلامي لحكومة دبي بإعادة نشرها مع تعليق مختصر: دبي كوكب آخر. يا كل هالعالم في دار تختصر عالم، وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر، دبي كوكب آخر. على كل مدى والضي في حضرة حسنها الساحر، لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر. عالميا برز هاشتاغ مؤتمر أبل عبر منصات التواصل ليلة أمس، وتخلله خيبة أمل كبيرة لعشاق هاتف آيفون 12. الحدث السنوي الذي عقد عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا تحت شعار الوقت يطير بسرعة انتهى بالإعلان عن جهازي آيباد جديدين وعن ساعة أبل الجيل السادس، فضلا عن بعض الخدمات الجديدة مثل برنامج للياقة البدنية وباقة أبل ون الترفيهية، كل ذلك دون التطرق لهاتف آيفون 12، الأمر الذي أثار استياء واستنكار المستخدمين الذين كانوا ينتظرون الهاتف الجديد الذي أصبح إطلاقه مرتقبا الشهر القادم. أما عشاق لعبة الفيديو روكيت ليج فغامرتهم السعادة، وذلك بعد إعلان الحساب الرسمي للعبة كرة قدم السيارات الشهيرة عبر تويتر بأنها ستصبح مجانية على جميع المنصات ابتداء من الأسبوع المقبل في 23 من سبتمبر، لتكون بذلك متاحة للملايين حول العالم دون الحاجة لدفع أي اشتراكات مالية، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة نجاحها وشعبيتها. وبحديثنا عن الإصدارات الجديدة نطلعكم على The Social Dilemma أو المعضلة الاجتماعية، وهو وثائقي يستحق المشاهدة يتصدر قائمة الأكثر متابعة عبر منصة نتفليكس في دولة الإمارات. الوثائقي يكشف على مدى ساعة ونصف من الزمن عن دهاليز كبرى شركات التكنولوجيا في سيليكون فالي ومدى تأثيرها على عقول المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعية كفيسبوك وإنستغرام وتويتر لجني الكثير من الأرباح دون التفكير بسلامة وصحة مدمني السوشيال ميديا. And we conflate that with value, and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering. وفي منافسة نتفليكس، منصة فيسبوك تطلق ميزة المشاهدة الجماعية لمستخدمي تطبيق التراسل الفوري ماسنجر، حيث سيتسنى للمستخدمين مشاهدة الأفلام والبرامج مع أصدقائهم في وقت واحد عبر هواتفهم من خلال ميزة Watch Together. الخدمة الجديدة ستكون متوفرة في الأسابيع القليلة القادمة بشكل مجاني في جميع أنحاء العالم.
وإلى آخر أخبار المشاهير على مواقع التواصل، برز حماس الجمهور حول لقاء جمع بين الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون وطليقها النجم الأمريكي براد بيت، إلا أنه كان لقاء افتراضيا حيث اجتمع النجمان من أجل قراءة جماعية لسيناريو الفيلم الكوميدي الشهير Fast Times at Ridgemont High الذي أنتج في العام 1982. الاجتماع عقد مباشرة وبشكل رقمي بوجود نجوم آخرين من بينهم نجم الفيلم الأصلي شون بان وجوليا روبرتس ومورغان فريمان وماتيو ماكونهي وغيرهم. وبحسب ما تم تداوله على المواقع الصحفية يبدو أن براد بيت وافق على المشاركة عندما علم أن أنستون ستكون موجودة في الحدث الذي يعود ريعه للأعمال الخيرية. The film came out in 1982 and was initially worked together in 2001 on the episode The One with the Rumor for season 2. تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأسعار الخيالية لقصور مشاهير العالم. جاء على رأس القائمة قصر مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس الكائن في واشنطن والذي تصل قيمته إلى 127 مليون دولار على الأقل. يليه منزل مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري في كاليفورنيا والذي تقدر قيمته بنحو 100 مليون دولار. أما المغنية بيونسي وزوجها جايزي فيمتلكان قصرا في لوس أنجلوس يبلغ سعره 88 مليون دولار، في حين دفع الممثلان براد بيت وأنجلينا جولي خلال زواجهما حوالي 67 مليون دولار مقابل شراء قصر في جنوب فرنسا. وحتى اليوم هنالك خلاف بينهما على الملكية بعد انفصالهما عام 2016، ليأتي قصر نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها المغني كاني ويست الذي كلفهما 20 مليون دولار، إلا أن سعره يصل اليوم إلى 60 مليون دولار بعد التجديدات التي أجريت عليه. يليه منزل الممثل الأمريكي توم كروز المطل على الغابات والذي يحتوي على مهبط طائرات في كولورادو وتصل قيمته إلى 59 مليون دولار. وأخيراً يأتي قصر لاعب الجولف تايجر وودز في فلوريدا الذي يحتوي على ملعب جولف خاص ومرفعين للقوارب والذي يبلغ سعره 54 مليون دولار. مستمرون في الحديث عن الأسعار الخيالية، ولكن هذه المرة ليس عن العقارات بل عن أغلى خواتم الخطوبة بين اللاعبين في عالم كرة القدم، حيث تربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على العرش حديثا ورفع التحدي بين زملائه خارج الملعب ليصبح بذلك صاحب أغلى خاتم خطوبة في العالم يقدمه لاعب كرة قدم لخطيبته بثمن تخطى 600 ألف جنيه استرليني. يليه الخاتم الذي قدمه اللاعب الإنجليزي جوردن بيكفورد لخطيبته ميغان والذي بلغ سعره 500 ألف جنيه استرليني. أما قيمة الخاتم المقدم من اللاعب أشلي كول لزوجته السابقة المغنية تشيرل فقد وصلت قيمته إلى 275 ألف جنيه استرليني، في حين بلغ سعر الخاتم الذي أهداه نجم الكرة البريطاني كايل ووكر لخطيبته آني فكلف 250 ألف جنيه استرليني. أما لاعب كرة السلة الإسباني باو غاسول وزوجته كاثرين فقررا أن يطلقا اسم جيانا على مولودتهما الجديدة تكريما لذكرى لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت وابنته جيانا اللذين لقيا حتفهما مع 7 آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كاليفورنيا يناير الماضي. وأعلن غاسول في منشور على صفحته على تويتر عن ولادة ابنته قائلا: لقد وصلت صغيرتنا أخيرا، كل شيء على ما يرام، نحن في قمة السعادة، إليزابيث جيانا غاسول اسم ذو مغزى كبير لابنتنا الجميلة. إلى مصر، وفي جديد قضية اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب، فقد تم إلقاء القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة بتهمة ترويع ابنتهما الصغيرة ونشر فيديوهاتها عبر قناتهما على يوتيوب، وذلك بعد أن أثار هذا التصرف غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفع المجلس القومي للأمومة والطفولة إلى تقديم بلاغ ضدهما باستغلال طفلتهما بهدف الشهرة. هوبا لولي، بص عملت ازاي، بص يا عايز ولا ايه ولا مش شايف، بص مش عايز اصحى، ايه المنظر ده، تعالي يلا يلا زقتك
طب نزليها كده في الارض، نزليها في الارض كده. في الاردن شاب يبدو ان حبه للمسلسل الكرتوني القديم عدنان ولينا قد تخطى حدود المنطق باشواط. الشاب الذي رزق بولدين توأم اصر على تسميتهما باسماء الشخصيتين الكرتونيتين عبسي ونامق من المسلسل الشهير الذي عرض على الشاشات في ثمانينيات القرن الماضي، الأمر الذي أثار سياء الزوجة وغضبها حتى وصل بها الحد أنها طلبت الطلاق. الخلاف بين الزوجين أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من أيد قرار الأب الغريب وبين من سخر منه، وتضامن مع الأم معتبرين أنه من حقها اختيار اسمي توأمها. ما أجمل الالتزام، هذا هو عنوان فيديو متداول عبر منصات التواصل والذي رصدته كاميرات المراقبة في إحدى محلات المجوهرات في الهند، والذي تعرض لصته من قبل مجموعة من اللصوص. لكن اللافت في الأمر أن السارقين التزموا بإجراءات كورونا الوقائية قبل أن يقدموا على فعلتهم، فعقموا أيديهم ولبسوا كماماتهم. نتابع. وإلى مقطع فيديو يأسر القلوب لطفلة تختبر أولى تجاربها في تناول الآيس كريم. المقطع لاقى ترحيبا واسعا على المنصات الرقمية بسبب ردة فعلها العفوية وحماسها الكبير تجاه المكافأة التي حصلت عليها. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لليوم. انتظرونا غدا لننقل لكم كل جديد على المنصات الرقمية. إلى اللقاء. تساؤلات، يعني انت شلون يعني احنا نقول شقحت وانطحت يعني بسرعه. في تراكينج ستوري نمبر 1، الهام الفضاله ترد على منتقديها وتقبل بان تكون زوجه رابعه. في شويه اكشن طبعا لما يدشون اربع حريم واربع زوجات مع بعض. انا وحده مكروهه منبوذه ما حد يحبني. غنى مع عضو مش نقابي والقانون بيجرم ذلك. اكيد وضع حسن وبيك وانا عشان محطوط معهم عمل لي مشاكل. في تراكينج ستوري نمبر 2، عمر كمال يرفض التخلي عن حسن شاكوش ويوجه رساله لهاني شاكر بالمصري، انا مش قاتل لك اكيد.
أيضا أزمات المشاهير في صيف 2020. أنا مش عايز حاجة، أنا عايز تحليل بقى DNA، عايز أثبت حاجة. تايلر بيري من مشرد إلى بليونير. هذا الموضوع شوي دقيق وحساس. كيف ستستعيد هيفاء وهبي مجوهراتها؟ بهذا الريفرنس نمبر لما نحن نحطه على لوب فوافان نقدر نشوفه. يمرني طاري. وهذا جديد عيضا من هالي. أجيك ودي بس ما ودي أجي. استعداداً للاحتفال باليوم الوطني السعودي 90 في 23 من سبتمبر، أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن سلسلة حفلات ستقام بهذه المناسبة وستوزع ما بين الرياض، جدة والدمام. فابتداءً من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر بيلتقي راشد الماجد وأصيل أبو بكر مع جمهورهم في الدمام، بينما يوم الأربعاء 23 سبتمبر بيكون الجمهور في الرياض على موعد مع حفل ماجد المهندس، ويوم الجمعة 25 مع حفل رابح صقر أيضاً في الرياض. وبتزامن مع هذا الحفل سيقيم حمائي أيضا حفل في جدة، ولكن سيسبق ثلاث حفلات لكل من عباد الجوهر، داليا مبارك وأحلام التي ستلتقي جمهورها في 22 من سبتمبر. وأيضا في جدة بتجتمع أنغام مع ثامر عاشور في حفل ب 24 سبتمبر على مسرح مدينة الملك عبدالله الرياضية، وفي 26 من هالشهر بيلتقي الجمهور في جدة أيضا مع النجم عمرو دياب في حفل كبير. أما في الإمارات فتم اعتماد شعار معا أبدا للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي والتحضيرات تطال العديد من الفعاليات. ومن الإمارات وتحديدا دبي نتابع أخبارنا مع الهام الفضالة اللي تتواجد فيها حاليا لقضاء إجازة برفقة عائلتها، حيث قامت بنشر صور وفيديوهات بحسابها على الإنستغرام، ونحن جمعنا لقاء حصري مع الهام. تابعوا تفاصيله في تراكينج ستوري نمبر 1. والله ناسا يعني ديرتنا الثانية دبي، يعني أقرب دولة لنا، إذا حابين حتى لو الواحد يغير جو يلجأ لدبي. فاليهال مستانسين الحمد لله، وإحنا مستانسين مستمتعين معكم. ومش بس غيرتي جو، غيرتي لوك كمان، فهون كل بلش يتساءل هل هو دور جديد، هل هو بس تغيير للتغيير. طبعا أنا هذا اللون أبي حق دور جديد إن شاء الله، حق عمل رمضاني. فمتابعين الهام أصبحوا على علم أن هبط طلب رمضان 2021 بعمل راح يحمل اسم أمينة حاف. أمينة شخصية مستفزة حلوة، ومثل إن شاء الله ما حبوا الكون في كفة وشخصية شمور راح يحبون إن شاء الله بإذن الله شخصية أمينة. طب اخترت الشخصية الاستفزازية من بعد نجاح شمور؟ إيه أنا أحب هذه الأدوار. يعني أنا مثلت الأدوار البنت العادية المسكينة الطبيعية، تحس إن الدور عادي بسيط مسكينة، وما في لعب، ما في كاركتر معين يخليك إنك أنت كل ما تسوي مشهد تحب تطلع طاقتك أو تحب تبدع فيه. حتى كشكليا ما بيأحرك كاركتري، راح تشوفون شكل مختلف. وإلهام شكلها ناوية على مشاكسات جديدة بعد ما سيطرت على زوجات إخوانها في مسلسل الكون في كفة، ولكن هالمرة المشاكسات بتكون بين أربع زوجات. أمينة في مواقف تمر في حياتها، في حدث يصير في حياتها في بداية العمل، راح تنتقل من حالة إلى حالة، راح تدخل في جو الشرايج، في شوية أكشن طبعاً لما يدشون أربع حريم وأربع زوجات مع بعض. أمينة حاف أي زوجة رقم؟ الرابعة. الرابعة؟ في ثلاثة أكبر مني؟ قبلي ثلاثة. في واحدة كبيرة وفي واحدة صغيرة أصغر مني وفي واحدة من جيلي. فينا نحكي أسماء مين؟ والله لحد الآن ما تقررت الأسماء 100%، لكن مرشحين وقاعد نتناقش يعني أنا والمخرج والمنتج على بعض الأسامي. لكن الممثل اللي بيلعب دور الزوج أصبح مؤكد. إن شاء الله شهاب جوهر. ليش اختياره لشهاب؟ شهاب جوهر فنان، وللأمانة يعني يبي له فرصة أيضا. يعني العام خذ فرصة حلوة مع الأستاذة الكبيرة سندريلا الشاشة، نوجه لها تحية سعاد عبد الله، وفرصته كانت جميلة وأثبت وجوده فيها. ثبات وجوده في هالعمل خلانا نلتفت إلى هذه الشخصية. واليوم الكل ملتفت لشخصية إلهام بمسلسل عداني العيب، واللي تأدي فيه شخصية فطيم البخيلة والغير نظيفة على نفسها. أنا يتيمة، أمي أبوي توفى ومقطوعين من الشارع، الدنيا ربوي. فطيم فاجأت الناس فيها، لو تلاحظ من خلال التعليقات عندي في الانستغرام ما شاء الله كلها إيجابية، صار في تساؤلات يعني أنت شنون، يعني إحنا نقول شقحت وانطحت يعني بسرعة من شمور إلى فطيم. إكستريم يعني على طول شيء معاكس، وناس تقول ودي أطلعها من التلفزيون وأنظفها وأعدلها. هلا هالشخصية شكلت لك تحدي. أي تحدي، مش بس يمكن أنك تقدمي هيدا النص أو هيدا الشخصية، حتى تحدي
يمكن بالشكل، كيف انك تقدر تكبري حالك او تغيري من شكلك. أيه. فبحب اعرف قديش تعبتك وقديش لا بنفس الوقت خليتك تكوني سعيدة انك عم تقدمي هالشخصية. سعيدة وتعبتني، تعبتني مو كأداء، مكياج اللاتكس معروف اللاتكس مزعج في شيلته، حطيتها خلينا نقول سهلة بس شيلته مزعجة، وكان عندي انا حالات، حالة عندي لاتكس، حالة بدون لاتكس، بس عندي مع الحواجب اللزق، حالة بدون نظيفة. أنت تدري فينا إحنا مشاهدنا ما تمشي بالحلقات، صح. تمشي مشاهد كذي، فكنت أتعب بالمكياج باللوكيشن لما أحط وأشيل، يعني ساعات أوصل مرحلة هني صير عندي المنطقة متحسسة جدا من كثر ما أشيل الحاجب ولا، وعندي حاجبين، حاجب شيب الأولي وحاجب أسود. وهذا ما كان التحدي الوحيد بشخصية فطيم. أنا اشتغلت على نفسي في هذا العمل، شندست راسي، الرقبة ما تشوفها دائما مرتفعة، دائما نازلة، مشيتي كتفي اللي نزلته. أنا وحدة مكروهة منبوذة ما حد يحبني. جددي حياتك، جددي شكلك، صبغي شعرك. أنت من الممثلات اللي مش ممكن ترفض دور لأنه شكلي رح يكون كتير بشع أو كتير. الأسنان أنا مسويتها. أنا سويت الأسنان لما قريت النص إنها هي بشعة بالشكل وأسنان مو مرتبة وأسنانها سوس. كان أقول إحنا الحين إحنا في وقت الحالي ما راح تشوف واحدة أسنانها سوس ولا راح تشوف أسنان بشعة، الحين الكل هوليود سمايل. فأنا شلون يا إلهام أسوي هذه الأسنان، شلون أسوي الأسنان؟ كلمت الدكتور محمد دشتي، سوالي القالب اللي فوق فعجبني وشوية وصخناه. لما نيت المشهد الأول صورته مع المخرج محمود الدوالمة، قلت له شوف أسناني شلون مضبوطة، كان يقول لي اللي فوق وايد مضبوط بس اللي تحت مبين أسنانك الطبيعية. ألو دكتور محمد الحين تسوي لي قالب شفاف وأسبقه. ورحنا وديته حق صباق، الصباق خذ درجة اللون الضرس نفسه وصبقها من الداخل، ويينا يبناها ولبسناها ضبط هذا مع هذا. شنو قلتي؟ انت تغشمرين ولا شكلك كذي؟ يمكن انا قصتي بالنسبه حق ناس ايه سعاده. ولقائنا مع إلهام الفضالة ما انتهى هنا، وبحلقتنا بكرة راح تتابعوا ردها على الانتقادات اللي طالتها بسبب عمليات التجميل وسبب ابتعادها عن السينما. غدا ما احس ماخذين حقنا وايد في السينما، انا مسويه وجهي خيوط، مسويه وجهي بوتكس، انا دائما اقول لهم انا الحين احنا من قبل. ونروح لعمر كمال اللي أيضا تواجد في دبي لإحياء مجموعة من الحفلات. ولكن قبل ذلك عمر كمال كان في تونس برفقة حسن شاكوش، وواجهوا مشكلة بإقامة حفلاتهم بعد الطلب اللي تقدمت بين نقابة المهنة الموسيقية في مصر بإلغاء هذه الحفلات كونهم من الأسماء الممنوعة من الغناء. ووصل الأمر لشطب عضوية عمر كمال من النقابة، وإحنا سألنا عمر عن هذا الموضوع في تراكينج ستوري نمبر 2. أنا فوجئت زيك بالضبط، إحنا طالعين من مصر حوالي يوم 16 أو 17 أغسطس على مرأة ومسمع من الكل، يعني قعدنا حوالي أسبوع أو أسبوعين في الحجر الصحي، الناس كلها برضو شايفة وعارفة، مش عارف فجأة مرة واحدة القرار طلع قالوا لا مفيش حفلات. فأنا برضو استغربت، لأن حتى لما طلع حتى قرار المنع لنا بمصر طلع لنا جوا مصر، يعني حتى لو هم كانوا عايزين يصدروا قرار برا وجوا كانوا صدروه مثلا في مصر من ساعة يوم 14/2 ساعة الحفلة الشهيرة في الاستاد، لكن مرة واحدة قال لك لا بره مصر ما ينفعش، فأنا ما فهمتش برضه. ولتوضيح هذا الموضوع توجهنا إلى نقابة المهن الموسيقية والتقينا بالمستشار القانوني علاء عامر. عمر كمال هو عضو منتسب خالف شروط وقواعد مهمة جدا في قانون ولائحة النقابة، وهو الالتزام بالكلمة النظيفة والسلوك القويم وعدم مخالفة.
ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. خمسة عشر عاماً والإمارات اليوم تواكب قصصكم، تنقل نبض الشارع، تقف على هموم الناس وتحتفي بإنجازات وطن. مواضيع متنوعة بروح متجددة دائماً، ونؤسس لمرحلة جديدة من الإبداع. خمسة عشر عاماً والإمارات اليوم، الأقرب إليك.